ما تطالعوا في بعض ابدا ها؟ اللي حيطل وحياخذ من الثاني مخصوم عليه هذه الدرجه، الفريق كله بينحرم من درجتين. السؤال الاول يقول، وهي ثلاثة اسئله باذن الله تجاوبوا عليها وتعرفوها. السؤال الاول يقول بسم الله وعلى بركه الله، ما اسم برنامج العيد الذي عرض على قناة مجد الأطفال في عيد الفطر الماضي؟ لا برنامج رهيب لذيذ رهيب جدا. ما اسم برنامج العيد الذي عرض على قناة مجد للأطفال في عيد الفطر الماضي؟ السؤال اللي بعده عبد الله، شايفك مهنج ما انت عارف. يلا اللي بعده. اروح اللي بعده؟ حقول ثلاثة اثنين واحد اكتب اي حاجة بسرعة. يلا السؤال اللي بعده يقول، من هو اول مقدم لبرنامج هي وهو يتنافسوا اول مقدم مين اللي فاز؟ يلا اول مقدم. نعم اول مقدم. سهل. اول مقدم سهل مره سهل. اول مقدم مره في اول شيء. اول واحد بدا البرنامج هذا مين هو؟ في واحد. يلا بسرعه حروح للسؤال اللي بعده. ان شاء الله يعرف ان شاء الله يعرف. يلا بسم الله. يلا اكتب اكتب. ايوه ها اعطيكم خيارات؟ لا لا ولا اعطيكم جزرات؟ خيارات. يلا معلش معلش. طيب يلا السؤال الثالث يقول، لحظه يلا اكتبوا. 3 2 1 يلا بسم الله وعلى بركه الله. يلا السؤال الثالث يقول، ما اسم القناه التي تختص بعرض كليبات إنشادية في شبكتنا الحبيبة شبكة المجد؟ سؤال. ما اسم القناة التي تختص بعرض كليبات إنشادية في شبكة المجد؟ سهل والله. لا صعب جدا. يا سلام. لا اكتب اسم القناة. خلصت. يلا الرقم ما شاء الله حافظه بالارقام شكلك على طول تقلي كذا ها رقم كم؟ 8 ولا 9 ولا ماسة 13 صح يا لولو؟ ها؟ لا لا ما لا تطلي. هي وجهي قناعك انت عكس. يلا غش الغش. يلا خلاص خلاص. اي خلصنا. انتهينا بسم الله وعلى بركة الله. اعطيني سبورتك. لا تكلموا ولا تشوفوا اجابات بعض ولا تفرحوا ولا حاجة ولا تحزنوا ولا اي شيء. هات ها بس عبد الله. ايوه مكتوبة. يا سلام وعلى بركة الله. بسم الله وعلى بركة الله. حنبدأ ونروح للسبورة اللي هناك. اها طيب خلينا نحط السبورات هذه هنا. طيب معنا عبر الهاتف الأستاذ القدير الأستاذ هاني الغضية. يا مرحبا بالمنتج القدير منتج قناة برامج قناة الأطفال الأستاذ هاني الغضية. السلام عليكم أستاذ هاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك وكل سنة وانت طيب وكل عام وانت بخير. وانت طيب الله يسعدك وانت بخير وصحة وسلامة. الله يسعدك يا استاذ. الحمد لله. كيف ان شاء الله كيف 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 البنات والابطال هنا معانا في الحلقة ان شاء الله مبسوط منها؟ لا ما شاء الله عاد ما شاء الله والعين حلقة العيد ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله الله يسعدهم يا رب ويحفظهم. وخلينا كذا نخش في الأسئلة وناخذ الإجابات منك. يلا بسم الله. طيب السؤال هو يقول، ما اسم برنامج العيد الذي عرض على قناة مجد الأطفال في عيد الفطر الماضي؟ ها؟ كان برنامج وأنتم بخير. وإن بدون فرحة. أنتم بخير. طيب السؤال الثاني كان يقول، من هو أول مقدم لبرنامج هي وهو؟ الأستاذ عبد الوهاب السلمي. عبد الوهاب. ها طيب السؤال الثالث. شكل ما في احد جابها. ها؟ شكل ما في احد جابها. والله لا هم طيب انا مره مخليهم على الصامت انا. جاء عبد الوهاب. مخليهم على الصامت. طيب السؤال الثالث والاخير كان يقول، ما اسم القناه التي تختص بعرض كليبات انشاديه في شبكه قناتنا العزيزه قناه تغاريد. تغاريد. استاذ هاني يعطيك العافيه شكرا لك يا حبيبي وكل سنه وانت طيب. ويقول لك المخرج حبيبي نكيم وانت سنجاب ما ادري ايش يقصد لك. يعطيك العافيه هاني حبيبي فرصه سعيده ما شاء الله عليكم. جبت كل شيء. ها
ما يا اصبري اصبري انت. اخصم اخصم. ها نروح للسبوره نصحح الاجابات. يلا ها يلا يلا معايا يلا يلا معايا ايوه يلا معايا. طيب ما شاء الله تبارك الله. حابين نشوف اول حاجه. تعالوا كلكم هنا. ايوه طيب الان فريق هو نحن. تمام ها فريق هو. هو تعالوا هنا تعالوا هنا انتوا شوي ارجعوا ورا يلا شوي الله يهينكم ورا ورا لما يجي دوركم الله يهينكم. ايه طيب السؤال الاول كان يقول ماذا يقول ما اسم البرنامج الذي كان يعرض على العيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك وانتم بخير وانتم بخير انا قلت وانتم بخير عيد ايش ايش كتبت يا عبد الله وين عيد ايه خلطت خلطت كنت خلط معك. طيب تعالوا حناخد روح لهناك. فريق هو حياخد درجة من درجتين حلوين. طيب السؤال الثاني كان يقول من هو مقدم برنامج هي وهو الأول. والله انا اتذكر رياض الخبران بعدين كتبت رياض الخبران بدي شوي بعدين وعبد الله ايش كتبت؟ انا عبد كنت بكتب عبد الوهاب لكن انقلب ايش كتبت؟ عبد كذا عبد وصلت انا هحسبها برضو واحد. يا سلام يا سلام يا سلام. رياض الخبران. السؤال الاخير كان ما اسم القناه التي تختص بكليبات انشاديه؟ تغاريد. عبد الله ما كتب ولا حاجه الا ايش كتبت؟ تغاريد. تغاريد؟ والله مكتوب والله تغاريد. صادق الحمد لله. وعبد العزيز ايضا كاتب تغاريد وبذلك اثنين واحلى تحيه لهم يستاهلوا احلى 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 صف. عطوني عطوني يلا الدور الان اللي في الخلف يروحوا قدام واللي قدام. طيب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله فرق بين خط الاولاد وخط البنات. طيب السؤال الأول كان يقول ما اسم البرنامج برنامج العيد الذي كان يعرض العيد الماضي وانتم بخير وانتم بخير واثنين من اثنين. يا سلام يا سلام يا سلام. السؤال الثاني كان يقول من هو أول مقدم برنامج هي وهو عبد الوهاب وليد. عبد الوهاب وليد ووليد والإجابة واحد من اثنين. الله 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 يا جماعه والله اكشن في العنف كتبت عديده والله ما شاء الله تبارك الله. السؤال الثالث كان يقول ما اسم القناه التي كانت تختص بكليبات انشاديه وكتبت راديو دال وتغاريد فبذلك اجابه تعادل. تعادل 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 ما شاء الله تبارك الله. رادي دال تعرض تعرض كليبات ها؟ من قال رادي دال؟ طيب صل على النبي. تغاريد. تعالوا هنا تعالوا تعالوا. تعالوا. من درجتين تمام؟ إذا جبتوا الدرجتين أيوه حتفوزوا. حنعطيكم عداد. عبد الله عبد الله حيواجه ريما حجرة ورقة مقص ولولو تواجه عبد العزيز حجرة ورقة مقص. مستعد يا عبد الله؟ دقيقة واحد 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 لا 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 اخو اخته طبعا. تعال يا لولو اوه خلاص واحد واحد اللي هي الان يلا اذا جبتيها ايوه يلا ها حنمدد ولا حيفوزوا على طول يلا واحد اثنين ثلاثة تعادل 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 تعادل. طيب حنلعب جولة ثانية. يس إذا تعادلنا لا ما نبغى هذا القصة حنفوز يلا حناخذ لغز لو تعادلنا. يلا عبد الله وريما يلا ابدأوا. حجرة ورقة ورقة لا 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 كلكم ورق يلا حجرة معايا أنا 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 أقول أنا أقول يلا حجرة ورقة مقص. ريما ما شاء الله تبارك الله تاخذ نقطه. يلا يا لولو يلا يا عزوز يلا بسم الله. حجره دقيقه دقيقه الله لا لا انا ما اتكلم انا ما اتكلم انا قلت احسب صح ولا لا؟
أنا قلت إن أحسب؟ خلاص يلا واحد حجرة ورقم قص عايش والله كنت وبدال الفريق هي علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع